بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، واليوم اصدقائي راح اشرح لكم حدث اللي هو مزايا الشراء او خصم الشراء، وايضا راح نفتح على عجلة الفرعون الجديدة ان شاء الله. فقبل ما نبدا المقطع يا شباب، اتمنى من عندكم تخلون لايك للمقطع، واللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات. فما طول عليكم بالمقدمة، خلوكم مع المقطع. تمام، فبالبداية اصدقائي نروح هنا على مزايا الشراء الجماعي او المجموع. مثل ما تشوفون يا اصدقائي، نضغط على الحدث من قائمة الاحداث وراح يظهر لنا الحدث بهذا الشكل. طبعا الخصم هو عبارة عن مجموعتين، او الخصم اثنين تكون اذا تريد تشتري الرويال باس السيزن 14 العادي اللي هو هذا، واذا تريد تشتري الرويال باس اللي هو الاليت اللي هو هذا. تمام، هنا راح تسوي انشاء مجموعة. تمام، تختار الفئة اللي انت تريدها، سواء الفئة اللي هي 360 شدة والخصم يكون لك 290 شدة. تمام، والفئة اللي هو البلاس اللي هو 960 شده، ويا الخصم يصير السعر 870 شده. تمام، فانا راح اشتري هذا التخفيض. هنا طبعا بطاقه التخفيض موجوده عند الكل، وهنا ايضا راح ندوس شراء. تمام، بعد ما دست شراء هسه يقول لك هل تود تاكيد دفع 870 شده بالنسبه لي انت؟ بالنسبه لك راح يقول لك هل تود دفع 290 شده؟ دوس لا موافق. تمام، هنا يقول لك تم تشكيل مجموعه بنجاح. تمام، هنا لازم عندك هذه الكودات او هذه مجموعه الترقيه. مثل ما تشوفون يا اصدقائي، انت تريد تسوي مجموعه او انت تريد تنضم المجموعه. تمام، هنا لما نسوي دعوة للصديق تسوي هيجي وتخلي دعوة. تمام، تضغط هنا على دعوات الأصدقاء اللي عندك، أو تنشر كود الدعوة مالتك إذا أنت سويت إنشاء مجموعة. تمام، بس أنت إذا ما سويت إنشاء مجموعة يا صديق يا أصدقائي، إذا ما سويت إنشاء مجموعة وتردون تنضمون المجموعة، راح أخلي الكود مالتي بأول تعليق مثبت وتقدرون تنضمون للمجموعة مالتي. هذا هو الحدث ببساطة يا أصدقائي. اوكي اصدقائي، بعدها راح نروح لعجلة الفرعون اللي هي عجلة الفرعون الجديدة، وراح نفتح. مثل ما تشوفون عندي هنا 20,000 شدة. تمام، هنا عندي 20,000 شدة، وراح افتح على عجلة الفرعون، واتمنى تطلع لي اشياء حلوة. فان شاء الله طلع لنا اشياء حلوة ونقدر نطور الفرعون او الفرعونة. فهذا الشيء راجع لكم بالتعليقات، انتم راح تحددون انه احنا نطور الفرعون او نطور الفرعونة. تمام، هسه راح نفتح ان شاء الله على عجلة الفرعون، وان شاء الله نحصل اشياء حلوة. انا احتاج الرفيق، رفيق ما عندي، يعني ما عندي رفيق حلو، احس هذا الرفيق حلو. تمام، بس هو ما يستاهل 1500 نقطة، يعني هواي الاسترداد هنا من تشوفون 1500 نقطة ما يستاهل. طبعا عندنا هنا البدلات كلش حلوة، ان شاء الله راح تطلع لنا. فنقول بسم الله وان شاء الله يطلع لنا فد شيء حلو. هنا نستخدم القسيمة ونقول يا الله. اوكي تمام، هنا ايضا عندنا قسيمة، نستخدم كل القسائم اللي عندنا. حلو تمام، موافق. حلو، مرة ثالثة، كل السموك الصورة من. اوكي، قسيمة، راح نخص القسائم بالبداية. حلو حلو، هاي تفيدنا بالتطويرات. تمام، يا الله. حلو، يا الله. حلو، هاي ايضا تفيد ما شاء الله بين اليوم الحظ. حلو، بين الحظ. حلو تمام، هسه هنا خلصت عندنا القسائم، فراح نبدي نفتح 10 10. نقول بسم الله وان شاء الله تطلع لنا اشياء حلوة ان شاء الله. يا الله، هاي العشرة لعيونكم، العيون شكو واحد خلى تعليق وكتب لايك حلو. تمام، يلا نقول بسم الله. روح، حلو، كل شي ماكو. تمام، ندوس 10 مرات لاخ. يا الله، حلو، كل شي ماكو. يلا نعيد، بسم الله ما شاء الله، بسم الله يا ويلي، بسم الله. ببجي صدق كذا؟ ببجي شنو هاي؟ يا الله، نقول ان شاء الله خير. طبعا صار عندنا 600، فاحنا هنا ان شاء الله يطلع لنا اشياء حلوه. اشيل هذا الصح. تمام، هسه بدون رسوم ممكن يطلع لنا اشياء حلوه. اوكي، بسم الله. اوكي، فد شيء حلو، فعت لنا الجنطه حلوه. تمام، الرفيق، عبد الرفيق، جنطة مرة ثانية. تمام، الرفيق، الرفيق مع عملة. ندوس تخطي، حلو ما شاء الله، كل شيء ما طلع لنا. نرجع ندوس مرة ثالثة، ما ادري مرة رابعة، ونقول بسم الله وان شاء الله يطلع لنا اشياء حلوة. يا رب يا رب. اوكي، ليش دائما تطلع لي الجنطة؟ ليش دائما تطلع لي الجنطة؟
اوكي عملة ندوس تخطي. والله ماكو شيء. طبعا ما طلع لنا شيء بيحاض، فخلنا نفتح هنا 60 شدة ممكن يطلع لنا شيء زين او شيء حلو. اوكي كل شيء ماكو تمام. هنا ضغطنا على تخطي، فبعد ما راح تطلع لنا رسوم لان شوية رسوم بطيئة. فنقول بسم الله ونفتح 10. حلو 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 حلو، بدأ الحظ يتحسن. تمام طلعت لي هذه اللي هي الحوامة او العوامة ما ادري ايش يسموها، هذا مال مظلة الهبوط. طبعا كلش حلوة. عندي انا وحدة وردية اذا تتذكروها، بس هذه استخدم هذه احلى. تمام قول بسم الله. ممكن بدلة الله. اوكي بعد هي. حلو حلو قطع الرأس جيد. الان الوضع صار جيد. نقول بسم الله الله. تمام قول يا رب. بدلة بدلة لا لا كل شيء ماكو. بدلة والله ماكو شيء. فنطلع منه تمام. نروح هنا على اي صندوق نفتح هيك فتحة وبعدين نرجع. تمام نروح صندوق المميز هنا ونفتح فتحة واحدة بالصندوق المميز. تمام وروح ما شاء الله انه حظ خرافي. اوكي تمام رجعنا للعجلة، فراح ندوس ونفتح 10 ممكن تطلع لنا اشياء حلوة، ممكن يتغير الحظ او فد شيء. لا تفشلونا صدق كذب. يا الله بسم الله يا رب ولا شيء يا رب ماكو ولا شيء يا رب. يلا 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 بدلة على الاقل. بدلة بدلة واحدة ترى ما يصير هيك والله. بدلة واحدة يعني هلا كل شيء ماكو والله. بدلة يا ويلي بدلة. الله الله من واحد يقول بدله وتجي بدله جد حلو. طبعا شعور حلو. البدله طبعا حلوه تعجبني هذه البدله. تمام مجموعه العرافه. اوكي يا الله نقول بسم الله ان شاء الله راح تطلع لنا الرفيق او تطلع لنا بدله ثانيه. يا رب يا رب. اوه تمام نفتح بعد. يلا نفتح راح نفتح اخر فتحة. تمام اخر فتحة نقول بسم الله وهاي لعيونكم الاخيرة ممكن يطلع لنا فد شيء حلو. يا الله قول بسم الله ونفتح اخر فتحة. الله والله ما طلع لنا شيء. مثل ما تشوفون يا اصدقائي هنا عندنا الفرعونة. والله انا اشوف الفرعونة حلوة يعني الصراحة، يعني من اشوف الشكل النهائي اشوف البدلة شلون تصير والله فد شيء خرافية. وبعدي عندك الصدمة والرعب هنا بالهذا فد شيء كلش حلو. تمام الصدمة والرعب شوف هنا مالتها الرقصة خرافية والله خرافية. شوف شوف اني اقول الفرعونة والله احلى. فاني اترك التصويت لكم وانتم تقررون نطور الفرعون او الفرعون. تمام فاللي هنا يا اصدقائي وصلنا لنهاية المقطع. اذا كان عندك اي سؤال او اي استفسار اكتب لي بالتعليقات او تراسلني على قناة التليجرام الموجود رابطها بالوصف وايضا موجود باول تعليق. وبس اشوفكم بخير.